حضراتكم تابعتوا وتابعنا كلنا، يعني ده طبعا مش توصيف سياسي يعني، لكن احنا كده كمواطنين كنا بنقول ايه، طب واخرتها في القفش اللي حاصل بين تركيا وامريكا، اخرتها بقى في موضوع القس الامريكي اللي تركيا محتجزاه بقى لها اكتر من سنتين، طب هتفرج عنه ولا لا، طب امريكا هتوافق على طلب شروط تركيا عشان تفرج عن القس ده ولا لا. الحقيقة انه في وسائل اعلام تركيه اعلنت انه القضاء التركي امر بسجن القس، طبعا الامريكي برانسون 3 أعوام وشهر و15 يوم على وقف التنفيذ، ورفع الاقامه الجبريه وحظر السفر عنه. الجديد انه القضاء التركي يقرر اطلاق سراح القس الامريكي بعد ما قضى فتره عقوبته في الحبس، وكانت المحكمه التركيه خيرت القس الامريكي بين انه يبقى في تركيا او يغادر بعد رفع الاقامه الجبريه عنه وبعد قضاء فترة عقوبته في الحبس. في بقى مسؤولين أمريكيين بس رفضوا ان هم يذكروا أسمائهم، عملوا تصريحات لواشنطن بوست وقالوا انه في صفقة ما حصلت بين واشنطن وبين أنقرة، والصفقة دي هي اللي ممكن تكون أدت بالسماح بالإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون المعتقل في تركيا، ممكن يتم الإفراج عنه خلال أيام. ده اللي بعض المسؤولين الأمريكيين قالوه لواشنطن بوست. خلونا ناخد هاتفيا الأستاذ محمد حامد، الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية والمتخصص في الشأن التركي. يا أهلا بحضرتك يا فندم. أنا معاكم السادة المشاهدين. يعني زي ما كنت بقول كده، المواطن العادي الغير مختص بالسياسة بس المتابع للشأن الدولي كان بيقول، وبعدين في حالة العند اللي حصل بين أمريكا بين أمريكا وتركيا، شفت إزاي يا فندم هذا القرار، قرار القضاء التركي بإطلاق سراح القس الأمريكي، وشفت إزاي ما نشر في واشنطن بوست عن إنه في صفقة ربما لم تعلن على الملأ حدثت بين أنقرة وواشنطن؟ طبعا أنا بحضرتك السادة المشاهدين، أنا كنت ذكرت لحضرتك في مداخلة سابقة في شهر 8 قلت لك متى ستذعن وتخضع تركيا للولايات المتحدة، وهذا ما حدث. نعم كان هناك اتفاقا سريا تم ابرامه بين وفود تركيا الى الولايات المتحده، ان على الرئيس ترامب واداره ترامب ان لا تتحدث للاعلام الدولي او تكتب على تويتر او تتحدث باي كلام عن القس الامريكي حتى تهدأ الامور ويتم الافراج عنه بشكل وبمسرحيه قانونيه. وجدنا اليوم ان الشهود الذين كانوا شهود اثبات على القس انه يدعم الارهاب، يقوم بالتبشير بالمسيحيه في تركيا، يدعم النشاطات الكرديه المعاديه للامن القومي التركي، يغيرون اقوالهم. طبعا اردوغان او القضاء التركي اصبح مسيس، القضاء التركي اصبح عصا في يد الحكومه لضرب المعارضه، سواء المعارضه دي كانت معارضه من حركه الخدمه او من الجماعات الكرديه، وهذا طبعا بيؤثر سلبا على سمعه القضاء التركي. وكان هناك تصنيف منذ ايام عن الدول التي دول القانون والدول التي ذات معايير ديمقراطيه، كانت تركيا متزايله هذا الجدول، فهذا اكبر دليل ان تركيا تتراجع، وان كان هناك بالفعل صفقه سريه. ووجدنا ان اردوغان وترامب يتهامسان على ابواب الامم المتحده بعد كلمه ترامب واثناء خروج ترامب ودخول اردوغان، فالجميع كان يعلم ان هناك صفقه وان تركيا لا تستطيع الصمود امام الولايات المتحده وعقوبتها، بل تريد مساعدتها ومشورتها في انقاذ الاقتصاد التركي الذي ينزف، وهذا الاقتصاد الذي اصبح اقتصاد يدار من دوله عائليه يقودها اردوغان وسهره براء البيرك، ويعطي مفاتيح هذا الاقتصاد الى الولايات المتحده وقطر وتركيا، الولايات المتحده وقطر واسرائيل، ويستعين بشركات من هذه الدول لاستشاره الحكومه المجموعه الاقتصاديه والحكومه التركيه، بالاضافه ان قطر قامت حاليا تقوم بشراء يعني مجموعه من الاثار التركيه والعثمانيه التاريخيه بابخس الاثمان. طيب دلوقتي احنا طبعا بس لمن لا يعلم انه القس الامريكي اندرو برونسون كان محتجز في تركيا من سنتين، اتهم بيه دعمه للارهاب، واتهم بيه ان هو ليه علاقه او شارك في محاوله الانقلاب العسكري اللي كانت حصلت في 2016 في تركيا. دلوقتي البعض يا استاذ محمد بيقول انه الكور او الاساس في الموضوع ملوش علاقه بالقس الامريكي، وانه الموضوع اكبر من كده، والموضوع فرض سيطره وهيمنه وحلم اردوغان ان هو يكون يعني الزعيم اللي كلمته طبعا بـ 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 يعني بتنفذ وما الى ذلك.
كيف ترى وضع العلاقات الأمريكية التركية؟ لأنه ده حضرتك عارف طبعا أنه بيترتب عليه الهيمنة التركية أو محاولات تركيا لفرض هيمنتها على المنطقة وعلى الإقليم، كيف ترى مستقبل العلاقات بينهما؟ طبعا سؤال حضرتك مهم جدا والجميع بيسأل هذا السؤال، لكن لازم نذكر أن الإفراج عن القصة الأمريكية هو هدية للرئيس ترامب قبل انتخابات الكونغرس، التجديد النصفي للكونغرس في الشهر المقبل، وهذا أكبر دليل أن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا قوية وليست ضعيفة أو متوترة كما كان يدعى أردوغان ويقول سنتصدى للولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة تدير مؤامرة ضد الاقتصاد التركي وضد تركيا وضد الحكومة التركية، وهذا غير حقيقي. مستقبل العلاقات، هناك قضية رضا دراب، هذا مصرفي إيراني تركي، رجل أعمال شهير، تعاون مع تركيا لتهريب إيران من العقوبات، ملف مساعدة تركيا لإيران في الهروب من العقوبات الأمريكية ملف شائك جدا، كله يدين تركيا، وتركيا اعترفت على لسان عبد الاسم الرئاسة إبراهيم قالب أن تركيا ساعدت إيران في الهروب من العقوبات في الأعوام الماضية. وأول شرط يفرضه ترامب على أردوغان حاليا هو أن تشارك تركيا في العقوبات المقبلة على إيران التي ستستد وطأتها في نوفمبر المقبل أيضا. أيضا الملف الكردي ملف شائك، وهذا ملف يؤثر على الأمن القومي التركي، والولايات المتحدة ترفع ورقة الأكراد في يدها وتمسك بها في مواجهة تركيا، لأنها ترغب أن يكون الأكراد دور في مستقبل سوريا بعد مرحلة الانتقال السياسي. أيضا في محمد أتلان اللي هو ده مصرفي تركي أيضا، متهم بغسيل أموال لصالح إيران من خلال بنك خلق، وكان حديث كثير أن سيتم فرض عقوبات على بنك خلق التركي وهو بنك حكومي لأنه دعم إيران، بالإضافة إلى قضية فتح الله جولان. كل هذه قضايا شائكة أردوغان لا يستطيع أن يحلها، ولكن هو له الآن بالعلاقة الآنية وهو دعم الولايات المتحدة له والاقتصاده حتى ينجو من النزيف الاقتصادي المستمر منذ بداية العام، وأن تركيا لديها ديون مستحقة مع الشهر الحالي وحتى نهاية هذا العام تصل إلى 30 مليار دولار، والديون الإجمالية على تركيا 400 مليار دولار بين ديون داخلية وديون خارجية ومستحقة في الأعوام المقبلة. بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ محمد حامد، الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية والمتخصص في الشأن التركي.